تتواصل منافسات أشواط الرموز، أشواط الرموز الذهبية في هذه الليلة الذهبية. شكرا لزميل سعد بن مطلع العتيبي، ومرحبا بالمشاهدين الأعزاء مع تواصل منافسات هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. أيها الأعزاء، شهدنا وإياكم الشلفة الذهبية وأين اتجهت؟ ذهبت مع بلشة المملوكة لهجن الشحانية صاحبة هذا الشوط الأول الرئيسي وصاحبة الشلفة الذهبية في مهرجان المؤسس، لتضيف إلى رصيدها المليء بالإنجازات الشلفة الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني لمن قادها سالم بن فاران. أيها الأعزاء، هكذا ينطلق شوط الخنجر الفضي، شوط الخنجر الذهبي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمير القلوب يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة اللجنة المنظمة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. أيها الأعزاء، شوط الخنجر الذهبي والأسماء الحاضرة والمتواجدة راهي لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني، العابر لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، جل هنا معدي ودخان من هجن الشحانية بقيادة مضمر بلشة سالم بن فاران، الفايز وزاهي من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم المضمر الشبل. هذه الأسماء وهذه التشكيلة الحاضرة في أقوى أشواط الجذاع القعدان الليلة، شوط مفتوح، شوط رئيسي، خنجر ذهبي. من هذه الأسماء سيحظى عليه مقدمة الشوط؟ ومن يحتل المركز الأول معدي مع المركز الأول ومع صدارة الشوط يقود هذا الشوط معدي قيادة حكيمة وموفقة حتى اللحظة. من هجن الشحانية يضمر معدي سالم بن فاران، من قدم بلشة وخطفت الرمز الثاني في رصيدها. المركز الثالث هنا جلمود من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية، هزام يتقدم على المركز الثالث من هجن الشحانية أيضا بقيادة المشاغب. ننتقل إلى المركز الرابع اللي من الجانب الآخر من هجن الشحانية مع المضمر زاهي، أو هنا إدخان من هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران على المركز الرابع. المركز الخامس راهي تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني، يضم الراهي راشد بن عبد القادر البلوشي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في ندائنا الأول في شوط ذهبي، في مساء ذهبي، الليلة شحانية ذهبية، الليلة ليلة رموز ذهبية، مهرجان أعد له المضمرون العدة من بداية الموسم، من بداية الموسم على الصعيدين، صعيد هجن أبناء القبائل وهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. الكل استعد لخطف الرموز، لخطف الرموز الذهبية والرموز الفضية. مقدمة الشوط ما زالت مع جلمود، خطف المقدمة جلمود، تسلل جلمود إلى مقدمة الشوط من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما معدي مع المركز الثاني، معدي مع المركز الثاني من هجن الشحانية، يتابع في التضمير سالم بن فاران المضمر الذهبي مضمر بلشة، من فازت الليلة بالرمز وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. الله يا الذهبي، الله يا ذهبي، سلمت يمينك يا ذهبي، يا من قدمت بلشة الليلة خير تقديم، وهي من أجمع عليها المحللين والخبراء بأنها راعية الشوط، وبالفعل ما خيبت الترشيحات. المركز الثالث هنا التقدم من قبل
هزام من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، بينما الدور دور المركز الرابع إدخان ونحن نقترب من منتصف المسافة. إدخان يتقدم من هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران، بينما المركز الخامس زاهي من هجن الشحانية المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الرئيسي في شوط الخنجر. يا راشد بن عبد القادر يا البلوشي، ويا سالم بن عامر المدهوشي، ويا محمد بن خالد العطية، ويا سالم بن فاران وجابر بن سالم بن فاران. جاوزنا لوحة منتصف المسافة، نداء وإعلان هام للمضمرين بأننا بدأنا نقترب من الخنجر الذهبي، من الخنجر الذهبي. شوط مفتوح، أقوى أشواط القعدان الليلة، أقواها على الإطلاق في هذا المهرجان، مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. قالية هذه المهرجانات التي تحمل اسم الأمير الوالد. ما زالت المقدمة مع جلمود، مع جلمود ما زال سيد الموقف. نرحب بالمشاهدين في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان وهذا اليوم بالتحديد، وهذا اليوم الذهبي بالتحديد عبر قنوات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، موقع الأبرقة للهجن، وبالحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان. الله، جلمود جر الشوط، جلمود ينطلق، ينطلق إلى الأمام. كيلو وين؟ بدأنا نقترب من لوحة الاثنين كيلو عن خط النهاية، وجلمود ما زال سيد الموقف. جلمود ما زال يرقص على مقدمة الشوط، يرقص من المقدمة. جلمود هجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية، بينما الملاحقة أراها من معدي مع المركز الثاني من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، بينما المركز الثالث إدخان يتقدم. إدخان مع المركز الثالث من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، وهزام مع المركز الرابع أيضا من هجن الشحانية مضمر جابر بن سالم أو سالم بن فاران أو محمد بن خالد العطية، بينما التقدم من راهي لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني. مرحبا يا الفايز، مرحبا. أو هنا ونان أخذ يتقدم، ونان على المركز الرابع يتقدم من هجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. ونان مع المركز الرابع، وإدخان أخذ يتقدم يتحرك، وانطلق هزام أيضا على مستوى المركز الرابع. العودة إلى مقدمة الشوط، كيلو ومئتين متر عن الخنجر الذهبي يا مضمرين، عن الخنجر الذهبي يا متابعين. ما زال الانطلاق مع جلمود، مع جلمود سيدا الموقف، متحملا مسؤولية قيادة شوط الخنجر الذهبي، متحملا لأحنك وأصعب الظروف في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الحساس. الكيلو متر الأخير يا مضمرين، انطلق جلمود وتحرك معدي، وانطلق هزام. يا سلام، تحركت القعدان نحو الخنجر الذهبي، نحو الخنجر الذهبي، شوط الخنجر الذهبي. إلى أين هذا الشوط؟ هجن الشحانية مع الأربع المراكز الأولى باختلاف التضمير مع جابر وسالم والمشاغب والشعار الغرفاوي. يو سلام، انطلق مع المركز الخامس من خطف ثلاث رموز في هذا المهرجان. العابر العابر أرى بالعين المجردة يتحرك بالشعار الغرفاوي مع المركز الخامس، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول. هنا جلمود، جلمود هجن الشحانية، وهزام، وهزام، وهزام مع المركز الثاني، ومعدي مع المركز الثالث. الشعار الغرفاوي، الشعار الغرفاوي يهاجم مع المركز الرابع. يا سلام،
هزام 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 مع الخنجر الذهبي، مع الخنجر الذهبي المشاغب المشاغب، الخطورة من الشعار الغرفاوي، الغرفاوي الغرفاوي قادم، وهزام هزام 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 هزام. ولكن هنا هل الغرافة أو هل الشحانية؟ شحاني شحاني، هزام يختطف الخنجر الذهبي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثاني العابر لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، المضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث ادخان من هجن الشحانية مع سالم بن فهران. المركز الرابع، المركز الرابع جلمود من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، معدي احتل المركز الخامس من هجن الشحانية مع سالم بن فهران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. وهزام يختطف الخنجر الذهبي في شوطنا المفتوح في أقوى أشواط أجزاء القعدان. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لمن قاد هزام المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هذا هو هزام، من خطف هذا الخنجر الذهبي ليسجل في تاريخه وفي سجله. وهو صاحب رمز العمانيات في العام الماضي في مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذن يضيف الرمز الثاني، هزام في رصيده حاصل على رمز في العام الماضي ويضيف هذا الرمز في هذا الموسم. 8 دقائق 58 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني لمحمد بن خالد العطية. المركز الثاني العابر اللي قدم عرض يشكر عليه، قطع المسافة في 8 دقائق 58 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ل هل الغرافة على الفوز بالمركز الثاني على الخنجر الذهبي. التهاني لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وتهانينا لداعم الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث ادخان، قطع المسافة في 8 دقائق 59 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على الفوز بالمركز الثالث، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران المري. تتواصل